طب ما انت في موقع نقد يا استاذ جمال، وانت تحمل، انت قياده في مؤسسه صحفيه كبيره ورئيس تحرير، ولك اتصالاتك وعلاقاتك ومحاورك كلها، ومع ذلك ما نجحتش انك تكون هذا، اذا افترضت انه لوبي بتقديم جزء من تاريخ مصر الحديث المهم. شوف حضرتك، هو فيه فصام بين الاداء اللي حصل وبين موقف الشعب المصري وتضحياته في الست سنين دول، وبين النتائج السياسيه اللي هي حصلت بعد الحرب. نعم. ودي ادت الى نوع من اللي هو ما بين الحدث نفسه وما بين يعني انا اعتقد انه الحرب واللي انا شفته كان ممكن الوصول لنتائج افضل، لكن مفيش لكن في التاريخ. مفيش لو، اللي حصل حصل. فرد واحد ما يقدرش يعمل ده. يعني انا كتبت عن ابراهيم الرفاعي، وكتبت عن عبد العاطي. انا اللي اكتشفته. يعني اول واحد اتعرف عليه، وعشرات اخرين غيره، لكن كان لابد من منظومه توازي نفس الحدث. نعم. في استمراريه الحدث. دي مسؤوليه المثقف ولا مسؤوليه الحكومات؟ مسؤوليه المجتمع ككل ومسؤوليه الحكومه. الحكومه اكثر منها مسؤوليه مثقف. مصر الحكومه اساسيه فيها. يعني المؤسسات ما تقدرش تبعد عنها. لكن خلينا في اللحظه الحاضره، انا بتقلقني امور. اول شيء نهر النيل. نعم. حضرتك بتسالني عن الحضاره المصريه. الحضاره المصريه نتاج هذا النهر. يعني ليه الحضاره المصريه نتجت في الحته دي، تكونت في المنطقه دي؟ نعم. خد بالك من المغامره الروحيه اللي هي كانت اساس حتى الاديان السماويه اللي جت بعد كده. يعني المصري هو الذي اكتشف انه هذا الكون يعني وراءه من يدبره. نعم. من خلال رحلة الشمس حاجتين أساسيتين، حاجة شرق غرب الدورة دي، وجنوب شمال اللي هو نهر النيل. المحورين دول هما الأساسيين في الفكر المصري، وبالتالي حتى البناء، فكرة البناء، المصري اخترع فكرة البناء. هو بيبني ليه؟ بيبني عشان يهزم ذلك الذي لا يقهر، وهو الزمن. نعم. بيهزم، يعني عايز يتجاوز اللحظة إلى اللحظة التي لن يكون هو موجود فيها بالبناء. ولذلك لغاية النهاردة تلاقي المصري مشغول بفكرة البناء. يبني بيت، يبني مقبرة، يبني جامع، يبني أي شيء يتغرب علشان يجي يبني. هي الفكرة إنه عايز يبقى موجود في اللا وجود. يعني هو بناء ولا فلاح؟ لا، الاثنين. يعني حتى الملاحظه اللي حضرتك بتقولها انه بيرجع يجيب فلوس، بس رجع وجاب فلوس وبنى على الارض الزراعيه اللي هي كانت الملمح الرئيسي للشخصيه المصريه. للاسف. ومش بس كده. بقى جنون المسلح. يعني شكل القريه المصريه تشوه بسبب المسلح. وهي الفكره ايه؟ المجتمع مع بعضه، فيقول لك ده بيت فلان بنى، انا ما ابنيش ليه؟ فيبني مسلح. رغم ان المسلح اسوأ، فحصل تشوه. لكن النهر اللي هو العمود الفقري لهذه المنظومه، الان لاول مره في التاريخ، وانا يعني ادعي ان انا عارف التاريخ الى حد ما طبعا، بحس بالخطر. لانه منبع الخطر، منبع الخطر ما قرانا عنه في الفتره الاخيره، انه الميه التي تصلنا لن تصلنا كما كان الامر من قبل. نعم. في مشروعات بتقام لن نستطيع ان احنا نوقفها. الامور بتتطور. رغم الجهود المصريه ودعوتهم لعقد اجتماعات وموافقة الدول الخوض وكده، ما انتش متفائل مش عاجب تقييمك لاداء السياسه المصريه في هذه الازمه. شوف حضرتك، فيه يعني عده مستويات. نعم. للاسف الشديد منذ السبعينات مصر ادارت ظهرها لافريقيا. انت كنت بتحكي لي قبل ما نبتدي بعد كلام الدكتور احمد بهجت عن دور مصر في المنطقه دي وغيرها من انا الحقيقه مفاجئ بالخبر اللي الدكتور احمد بهجت ده كان المفروض يتم من زمان. ده كان موجود بالفعل، اللي قاله الدكتور احمد بهجت ده كان موجود، كانت مصر بتقوم به.
لما كان الأزهر في رواق الجبرتية ورواق يعني من دول إفريقية مختلفة. تعرف حضرتك رواق يعني زي مدينة جامعية. أيه. وما زال هذا موجود حتى الآن، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب يحاول يعيده إلى أصوله. الباطنية اللي هي الحي اللي جنب الأزهر كان فيها مطابع في القرن التاسع عشر بتطبع بالأمهرية اللي هي لغة الحبشة، وترسل الكتب على حساب الحكومة المصرية للحبشة مش بس للحبشة وللملايو اللي هي ماليزيا دلوقتي أحد النمور الأسيوية. كانت الكتب بتطبع أول مطبعة بحروف ملاوية كانت في مصر. أول مطبعة كانت بحروف كردية الأكراد كانت في مصر. أول جريدة كردية كانت في مصر. أدي الدور المصري اللي في الثقافي أو القوة المصرية الناعمة اللي هي يعني أنا شايف أنها ليست في أفضل حالتها خلال 30 سنة الأخيرة. يعني ليه حصل هذا التراجع؟ يعني ليك وجود ومؤثر وهذا هو شريان حياتك وهذا قوتك. في أخطاء في السياسة المصرية حصلت بالنسبة لإفريقيا. نعم. أولا مع التغير اللي حصل من الفترة المصرية إلى الفترة السادتية قدم الشخصي على العام. بمعنى أنه كان في مبدأ في السياسة المصرية أن لابد تكون علاقتك جيدة بالحبشة. ده مش في العصر الحديث، ده في عصر سلاطين المماليك وفي عصر الفراعنة. فلما جه السبعينات الرئيس السادات هو ما كانش بيحب الاشتراكية، فدخل في خلاف مع منجستو هايل مريم اللي هو كان ماركسي، فساءت العلاقات مع الحبشة، واخد بال حضرتك؟ وبعدين جرت أمور بعد كده يعني تباعدت. احنا ما نعرفش حاجة عن دول منابع النهر اللي احنا بنشرب منه. الحاجة التانية انه كان في شغل اتعمل في افريقيا خلال الستينات، شركة النصر مثلا ورئيس مجلس ادارتها ما زال على قيد الحياة، ربنا يديله العمر، اتهد ده كله وادرت ظهرك لافريقيا. بدأ الاهتمام. اديت وشك فين؟ مش عارف. يعني حصل، انا بتكلم يعني من مسلمات السياسة المصرية باستمرار كانت الاهتمام بافريقيا. حصل اهمال لده. هو المشكلة انه الان في يقظة وفي السياسة المصرية بتشتغل، لكن اعتقد ان كده جاي متأخر. تأخرنا. الامر الثاني لازم نعرف ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل، في ايه اللي ادى الامور ان الاتفاقيه اللي هي بتاعت دول الحدود دي يحصل فيها اللي حصل على ارض مصر. افندم، والاتفاق تم على ارض مصر. انا بتصور هنا في قيمه مش بتتصل بس بالنيل، بتتصل بمبدا الحساب. يعني مبدا الحساب لازم يقر في كل المستويات. ما هي مسؤوليه وزير الري السابق عن هذه الاتفاقيه؟ في موقف غامض هنا هو حاول يبرره في ثلاث مقالات في الأهرام لم يقل فيهم شيئا. لكن ما أسمعه أنه مسؤول بدرجة كبيرة، هو رجل عالم فاضل في علم المياه لكن ما عندوش خبرة في التفاوض. دور الخارجية المصرية في الخارجية المصرية كمؤسسة والأجهزة الدولة الأخرى بتشتغل بكفاءة شديدة جدا في المنطقة. لكن المسألة كانت عايزة تكافل بين كل مؤسسات الدولة. يعني كان لازم تزود المنح في التعليم. لازم اقامه مشروعات في احنا ما لناش مراسل للتلفزيون في منابع النيل. انا عايز اشوف الحبشه من الداخل، عايز وبعدين في اخطاء بترتكب. يعني مثلا تلاقي ممثل كوميدي مشهور يطلع على المسرح ويتريق على دوله افريقيه بالاسم. الدوله دي ليها سفاره في مصر وفي سفير بيشوف وفي ناس بتتاثر. لكن خلينا نتكلم عن المستقبل. يعني دلوقتي احنا موضع خلي مؤسسات الدولة تشتغل فيه. طيب قبل ما نتنقل للمستقبل وقبل ما ارجع اقرا تاني حالة الاحباط العامة وهل تنذر بفوضى في مصر ولا لا، هطلع فاصل وارجع اكمل.